سعاد، احسن فورما في المغرب كندير الروتين اليومي زعما ما نعاودش ليك، ملقبة بالعود. هاد اللقب ديال العود ملي كنخرج بحال هكا وكيقول لي فين العود. ولي بغيت نولي فنانة حيت ما جابش الله في الزواج وداك الشيء، بغيت نولي فنانة. ما كتعجبنيش انا بصراحة، شنو ما كيعجبكش؟ ما كيعجبنيش الطيحة، ما نكذبش عليك. ما خا بالنسبة الناس اللي كيتابعوني في القناة ديالي، قناة أمي وقناة أم أسامة محطوطين في اليوتيوب، دائما كيتصلوا عليا وكيقولوا لي هذا الكلام، فورمتك زوينة زوينة وانتي زوينة وظريفة وحنا بغينا نقضوك من هذا الشيء. ماشي كل شيء، بغيت نشطح ونجربه، نجربه كما جربوا الاخرين، حنا نجربوا علاش لا. المهم تحيه الرسم الشرقي، انا كانت هوايتي الرقص الشرقي ملي كنت صغيره، وكنت كنقول ما نديرش هذا الميدان عيب، وهذه حشومه وهذه وهذه، ولكن ما كنتش كنصحاب الوقت غتجيبني بحال هكا. اما كو خدمت عليه شحال هذه بصراحه، تعجبنيش بصراحه، تعجبنيش، ما كيعجبنيش الشطيحه، حيت انا ملي غندخل في الشطيح تاع بصح راه غنسكت بنادم كاع اللي كتقول انا راسي غادي نسكت. صراحه ما كتعجبنيش، ماشي ما انا بعدا ما عجبتنيش وصافي، ما كتعجبنيش. I'm gonna go.